يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا. إن الآداب هي خير ما ينبل به الرجل. هذا ابن المبارك الذي رزق العلم والحكمة، كما قيل رزق ابن المبارك كل شيء إلا النبوة. ابن المبارك يقول: يوصف لي الرجل قد أخذ علم الأولين وعلم الآخرين، فلا أجد في نفسي حسرة على فواته. والنفس كي تحظى بخير ثواب. قريبا في رمضان. أهلها حسن يفوق مزركش.